السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم في قناة فكر وبدع. أنا هلا، وعمري 9 سنوات، ومن هواياتي المفضلة الرسم. كيف استكشفتي موهبتك؟ ومن اللي استكشفه؟ وأنا كنت حاولت أرسم والحمد لله قدرت. وش أكثر شيء يحسك تحمسين له؟ أتحمس لما مرة أتحمس لما أجي أرسم عناوين. كم عناوين المجال اللي تحبين ترسمين فيه؟ كم مجال اللي تحبين تكسبين فيه؟ أحب أكتب أشياء كبيرة وأي شيء تحبين ترسمين فيه له. أحب أرسم مثلا الطبيعة والمسجد أشياء كثيرة. كيف تنمين هواياتك؟ أحب أنمي أفكر فيها من الكتابة أفكر من عقلي أحيانا وأجيب، بس من الرسم أحيانا أحيانا من الجوال أو من الكتاب وكذا. كيف تستخدمين المجتمع بهواياتك؟ أحب أخدمهم، مثلا أرسم رسمات وبعدها أوري للناس ويعجبونه ويصيرون أرسم لهم وأعطيهم. بماذا تطمحين عندما تكبرين؟ أحب لما أكبر أصير معلمة علوم. هل هواياتك أثرت عليك بالدراسة؟ لا ما أثرت. وش الهدف اللي تبين توصلين له عندما تكبرين؟ أحب الهدف إني أصير رسامة وأحب أكتب. ما أكثر الأشخاص يحفزونك إنك تمسكين بهواياتك؟ أهلي والسؤال، إيش توجهين للمجتمع؟ أوجه لهم للرسامين لا ترسمون ذوات أرواح، ولا ترسمون لا ترسمون أشياء ارسموا أشياء ينصحون من الناس وكذا. وفي الكتابة لا تكتبون أشياء مهب زينة، ولا تكتبون أشياء ما يصير في العقيدة.
وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، ولا تنسون توصلون في التعليقات، نشوف تعليقاتكم، ومع السلامة.